إذا أراد المرء منكم وامرأته منكم إن كنا تقرب إلى الله عز وجل فينبغي أن توطد العزم على الصبر عمرا طويلا، عمرا في العبادة وعلى ما يصيبنا من بلاء، وأن تصبروا على آبائكم وأمهاتكم وأمهاتكن وآبائكن، وأن تعاملوا الجميع برفق، لا تعنفوا. طلبة معرضون، طلبة العبد إحسان معرضون إلى أنواع الأذى، الأذى القولي والفعلي والأذى الشيطاني من شياطين الإنس والجن، وكل هذا من شروط التقرب إلى الله عز وجل.